غير سبيل يا خال. عاوزي ايه؟ ما يا طفل غلباني، يتيمة الأم والأب، قلت أجيبها تكسب وفيها ثواب. ملهاش أهل تروح لهم؟ ما بقالهاش حد إلا ربنا وأنتم. طب استنى. خد يا بنت وأنت روح حالك يلا.
فندم. في ناس ناشرين اعلان في الجورنان عايزين مدرسه خصوصيه لبنت صغيره تعيش معاهم في الارياف. مظبوط؟ مظبوط. وبعت لهم علشان الوظيفه دي. مظبوط؟ مظبوط. انت عارفه اني هسيب الملجأ الشهر ده وعليا هانم هتستلم مطرحي. مظبوط؟ مظبوط. يعني عايزه تسيبيها منخوبه في الملجأ لوحدها. مظبوط؟ لا. ايوه. يبقى مع السلامه. هما وافقوا. جت هنا شحاته، نظفناها وعلمناها وخليناها بقت مدرسه كمان، وفي الاخر عايزه تسيبنا. مظبوط؟ بعد 15 سنه يا نورز هانم عايشاهم في الملجأ، ما خرجتش فيهم من الباب. مظبوط؟ خلاص مع السلامه، مفيش مكافاه علشانك. ما يضرش. الست اللي انت رايحه تشتغل عندها؟ ايوه، انا بعت لها جواب تبعت لي واحد يستناني على المحطه لحسن اتوه. مظبوط مظبوط. دي باين عليها ست مبسوطه قوي اللي بتبعت تاخد مدرسه خصوصيه لبنتها، مع انها عايشه في الارياف. المهم مش كده، المهم ان انا هخرج اشوف دنيا تانيه غير الملجأ اللي عشت فيه. بس ياك على الله ما تطلعيش من نقره تلاقي دحضوره. اهو انا وبختي بقى. وحطمين عن اخبارك ولا خلاص هتنسي عبد العليا؟ العشرة ما تهونش علي ولا عمري أنسى معروفك معي. هادي كده ليه يا بنت يا خضرة؟ لو انت بتاكلي دورة ما تتحدثش معايا يا محروس، انا جنبي شايل مين؟ تعالي يا محروس انت الخضر. مفيش حاجة يا ست أمينة، تعالى كده انت النوحيد. اتفضلي انزلي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. تعبتي من المشوار؟ ابدا. طيب تعالي دقيقة واحدة اجيب الشنطة. لا 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 لا، تعالي انت، هما يطلعوها اوضتك. شوفي بقى، أول حاجة تطلعي تاخدي حمام وتغيري هدومك، وبعدين تنزلي ندردش على رواق. حاضر. عجبك البيت؟ أوي أوي. كويس خالص. بس هو في وسط الخالة نقص ونس. البركة في بنتك طبعا. بنتي مين يا حسرة؟ أنا اترملت من زمان، لا بنت ولا ولد. أمال حضرتك؟ زي حضرتك، أنا أراعي البيت وأنت تراعي البنت. ووالدها؟ والدها محدش عارف إمتى يجي وإمتى يرحل. ووالدتها؟ عادي يا خضرة. دستورك يا ست.
نسبح؟ ايوه المدرسه. بون اريفيه. ميرسي. الله الله، انتوا هتقعدوا بقى ترطنوا بالفرنساوي ولا ايه؟ ابدا، دول كلمتين اتعلمتهم وبس. انت اسمك ايه؟ اسمي عديله. نو عادل. الله، طب وماله هو عديله وحش؟ وي وحش وحش وحش. افو. انا صابرين. صابرينا؟ ايوه. لا صابرين. زي الزرع ابو شوك اللي تحت في الجنينه. لا يا عديله، ده اسمه الصبير. الصبير. الصبر والصبير وصابرين كلهم اخوات. بلاش لغي بقى، ما تعطليهاش. يلا خليها تغير هدومها وانتي كمان تغيري. اوضتك دي اللي على اليمين والحمام جنبها على طول. شكرا قوي. ابيانتو مادمازيل. ابيانتو. وحياة سيدة ابو خليل، انا اللي وضبت لك الاوضه وفرشتها بايدي. متشكره قوي يا خضرة. الله، وايه ده كمان؟ ده مكتب مسحور. حلو قوي. هما هنا بيولعوا بالشمع؟ لا بالكهربا، انما بقى من غير علام. اصلي بجور النور بنبطله في نص الليل، واللي عايز يسهر يولع الشموع. فهمتي؟ فهمت. اما دخلك البشكير بقى في الحمام، ادم السعد والخير ان شاء الله. متشكره قوي يا خضرة. اناني روق، شيل طرف الخوذة وسجيني يا عيني وانجاني محبوب. دكتورة ابو خليل مات. دكتوري ريحة 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 ريحة. اصل اتخضيت، سمعت هنا ممنوع تخش الناحيه دي لاي سبب من الاسباب. يا خبر، انا غلطت، متاسفه قوي. ما تزعليش مني، دي اوامر مربي. مربي مين؟ مربي رشدي صاحب البيت. يا بنت الدنيا واسعه بعيد عن هنا، تعالي خش الحمام. حاضر. وان كان هناك بعض الغموض يحيط بالقصر، وابو مربي صاحبه الذي يتحدث عنه الجميع بخوف ورهبة، رغم غيابي، إلا أنني سعيدة بعملي الجديد وتلميذاتي الصغيرة التي أحبها، وتمر بي أيام حلوة تكاد أن تمحو مرارة الماضي. وكيف لا أسعد وأنا أنعم الآن بالحرية التي حرمت منها طويلا، فما أروع حرية الإنسان. فما أروع حرية. أساعدك. تحب اندهلك حد من البندر او من بيت الرشايدة؟ هم الاثنين قريبين. قلتلك بعدي. دي جزعة بسيطة. اذا كان الجزعة بسيطة اركب حسانك وريني. ما مش معقول اسيبك في الحتة المقطوعة دي لما تركب حصانك قدامي وتتوك. وانت ايه اللي جابك في الحتة المقطوعة دي؟ مش خايفة؟ انا قلبي جامد ورجلي سليمة ومش راكبة حصان، والبيت كمان مش بعيد. طب مفيش بيت قريب من هنا غير بيت الرشايدة. ما هو بيتنا. بيتكم. قصدي بيت مراد بيه رشدي. وانا بشتغل عنده. بتشتغلي ايه؟ انا المدرسة الخصوصية بتاعت بنته. الله الله، انت هتحقق معايا؟ طيب شوفي لي عصاية ولا حاجة تسند عليها.
حاجتي بس، حاجتين اللي هتستحملك. ده انت عاوز لك يا دوب شجر. تقدر تسحبي مسرور لحد هنا؟ مسرور مين؟ ده صعبة شوية الحكاية دي. يبقى للضرورة أحكام. قصدك إيه؟ يعني عاوز تتعكز علي؟ أنت اللي عرضتي مساعدتك. وأنا ما تعودتش أسحب كلامي. مراد بيه. اسمعي، اصل لسه شايفه واحد زيه دلوقتي حالا. اصل مراد بيه رجع وبعتنا نجيب له حكيم المركز. اسمعي، هو وقع على رجله، رجله بتوجعه. انجزعت بعد عني. يبقى هو يا خبر اسود. صابرين. ايوه. اطلعي على اوضتك وخليكي فيها على طول. ليه؟ مراد بيه وصل. يبقى هو. تحسك يا محروس لا يسمعك. هو كده كمان يطب على غفله.
امال هو كان سايب الحصان في البندر ليه؟ مش لاجل منين ما يطوب يلقى ركوبه وتدردك الدنيا على راسنا. عزتك يا سيدي ابو خليل تفوت الايام دي على خير. قولي لي يا خضر، هو مين اللي ساكن في الدور الفوقاني؟ اللي ساكنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اختفي ده كلامنا خفيف عليهم. اكلمها ازاي؟ تندهلها انت؟ ايه؟ ايوه. ليه؟ عشان اديلها الدرس. درس ايه؟ هي دلوقتي في الهديه اللي في الشنطه. تعالي اقعدي. طب ما يديلها الهديه ونخلص. ما تقدرش تدخله. طب ادخلي لي انت. انا ما اقدرش. طب ادخل انا. هنا دايما ده اللي ناقص. الله، قد كده الحكايه ملعبكه قوي. هو كده ما يضرش. نقعد نستنى. هيقابلك الليلة الساعة 8 في المكتبة. أنا؟ ومعاكي أديل. مين دي؟ مبروكة. مبروكة مين؟ خدامة هنا في البيت. أنا ما شفتهاش قبل كده. أصلها دايما قاعدة في الدور الفوقاني. اصحاب قرايب؟ رد بحاجه غير ايوه او لا. لا لا. اقعد هناك. اوبا بتاعكم سيبوه. امشي اخرجي جيسي الفستان بتاعك يلا. بسببك وما بتعتذريش. انا ما عملتش حاجه عشان اعتذر. على الاقل اتجاملي الانسان اللي بيوكلك لقمه عيش. يا فندم انا بادي عمل قصاد الاجر اللي باخده. اللي عايز يحتفظ بعمله لازم يتعلم النفاق. ولا انت مش زي البشر؟ اذا كان البشر في نظرك بالشكل ده فانا مش منهم. بعيد.
ملاحظ انك ما بترفعيش عينك عني. قد كده انا جميل؟ بالعكس. بالعكس. متأسف. وايه اللي مش عاجبك فيا؟ ناقص عين؟ ناقص رجل؟ ناقص ودن؟ اتكلمي. دي فلتت لسان. بابي رجعت ليه بابي؟ امشي روح لأمينة مش عايز اشوف وشك يلا. قلت اني مش جميل في نظرك، ليه؟ اتكلمي. لأني مش شايفة المعاني اللي بتجمل الإنسان. كنت جريئة أوي. الصراحة ساعات بتجرح. متأسفة تاني. وإيه المعاني دي اللي تقصديها؟ العطف، الحنان، المحبة، الأبوة، ده الجمال الحقيقي. معنى كلامك إن مفيش حد جميل في الدنيا. حضرتك متشائم. ده الواقع اللي هتتعلميه لما تعيشي وبقالك تجارب. مربي، مهما كانت التجارب فيها قسوة أو فشل أو ألم، ده ما يجيبش أبدا إنه يوصلنا لليأس وينسي الإنسان إنه يبقى إنسان. مربي، تسمح لي أندهلك لأديه؟ لا مش دلوقتي. أفتكر إنك محتاج تقعد شوية مع بنتك. ومين قال لك إنها بنتي؟ انسي الكلام اللي قلته لك دلوقتي. تصبح على خير. يضحكوا ازاي؟ ده مراد بيه بيمر في العزبة وزمانه راجع. يا ساتر، أنا عارفة هو طول كده ليه المرة دي. هو مش متعود يقعد كتير هنا؟ أهو يا دوب يشقر ويمشي. إمتى يرحل بقى خلي الواحد يعرف ياخد نفسه؟ أنتوا بتخافوا منه كده ليه؟ ده يرعش بلد بحالها. أنا بيتهيألي إنه، أنا متأكدة إنه قلبه طيب، بس هو محتاج لناس تفهمه وتعرف ازاي تعامله. أكتر من اللي بنعمله ده؟ مش دي الطريقة. بيتهيألي انه محتاج لعطف الناس وحبهم اكتر من خوفهم منه واحترامهم له. تبقى ما تعرفيش حاجة عنه. يلا روح العبي. هو بيحبني يصبح؟ ده بيحبك قوي قوي قوي. اما اللي مش بيلعب معي؟ عشان انت اللي ما بتلعبيش معاه. اصله دايما كده تريس تبوظه طويل. يبقى تروحي تضحكيه وتلعبي معاه. انا؟ ايوه يلا خدي الكوره و
ويلا روحي له. اجري. قلتلك مش بنتي. افرض، لكن هي معتقدة انك ابوها. كفاية ان اديتها اسمي. يبقى ده بيفرض عليك واجبات الابوة. صابرين، انا ما تعودتش واحدة زيك تناقشني. وانا ما اقدرش اشوف طفلة صغيرة تتعذب قدامي. ايه الغلط اللي ممكن تعمله طفلة لواحد في قوتك ومركبي؟ بأي حق تتدخلي في تصرفاتي؟ عشان ما بقتش اعتبر نفسي غريبة عن البيت. وكمان عاوز اعرف انا بدرس لمين. قلتلك درس الحكايه دي. صابرين، انت متصوره ان ما عنديش قلب، ما عنديش رحمه؟ اتكلمي. انت اللي بترسم لنفسك الصوره دي. تفتكر ان في انسان في الدنيا عايز يكون بالشكل ده؟ طب ليه؟ ليه تعمل كده؟ أنا من 12 سنة. ما تحرجش نفسك يا مربي. أنا ما كنتش أعرف معنى القسوة اللي بتشوفيها دلوقتي في كل تصرفاتي، لكن وأنا ببتدي أحلى أيام العمر اتصدمت صدمة كبيرة. أبويا هو السبب. المهم إن الصدمة دي خلتني أبعد عن بلدي وألف الدنيا علشان أنسى. فضلت زي المجنون أدور على إنسانة تانية من أي مكان تخليني أنسى الصدمة اللي اتصدمتها. نظيف بعيد عن الفساد. وانتهت الحرب.
رجعت لمصر بعد غياب طويل. معايا قليل رصيد كبير من الذكريات المخجلة. أنا آسفة إذا كنت فكرتك بحاجة. خلاني احكي لك. مش هتندم انك قلت لي. Thank you.
كلهم ويسهروا للصبح. لكن ده ما قاليش ويقول لك ليه؟ محروس فات انه حيادي شويه. الا قولي يا ست هاني. ايوه يا خالد. هي السنه اللي جت السنه اللي فاتت احتجي السنه دي. خليكي في شغلك يا خالد. ما اقول لك حديد انا قلب حاسس يا خضرا. يا بابا بلا يا محروس. زي التصوير. يا سلام عليها وهي بتترقص مع الماء ولابسه المحزه. محروس. حتى دي وحشه. بتهيألي سهرة الليلة هتبقى حلوة قوي. ده يبقى من حظك لو مربي سمح لك تنزلي وتتفرجي على الحفل. هو راح فين؟ راح البندر يجيب شوية حلويات، خدي ده معاكي. قوليلي هيبقى في ستات حلوة؟ حق
كلهم كوم وهيام لوحدها كوم. هيام مين؟ السنيورة اللي كانت بتسأل عليها خفة. جمال وحلاوة وشياكة. وبيني وبينك بيتهيألي إن مراد بيه حاطط عينه عليها. محروس أجيبك هامة. I'm
لي مده كبيره لا غنيت ولا رقصت. فعلا يا مراد بيه، بنتي بقالها دلوقتي 6 أشهر من يوم ما مات المرحوم الباشا، هي لا غنت ولا فتحت بيان. مدهش. اسمحي. اتفضلي. ميرسي. مش دي قديم يا مراد؟ ايوه. ولسه صحت لغايه دلوقتي؟ المدرسه بتاعتها مسؤوله عنها. هي دي اللي قاعده جنبها؟ بالظبط. مدرسه الخصوصي؟ ايوه. وبنتك هنا؟ خلي بالك قوي. من ايه يا مدام؟ انت مش فاكره يا بنتي المدرسه اللي جبتها لك وانت صغيره؟ طبعا يا ماما، دي كانت غبيه بشكل ما استفدتش منها حاجه ابدا. كفايه يا اختي كانت عماله تغازل في السكرتير بتاع الباشا، هي كانت فاضيه لحاجه. اعوذ بالله، ما فيش اخلاق ابدا. يمكن بس هي اللي كده. لا خلي بالك قوي، المهم انت تحط البنت في مدرسه داخليه، اضمن لك. هفكر في الموضوع. وبعدين معاك يا ماما، احنا هنقضي الليله في السيره البايخه دي. مش معقول. سيجاره؟ من غير كاس؟ ويسكي طبعا. طبعا. اقدر اقول لك مبروك؟ هيا. ما رايك؟ ليه؟ ما احنا قاعدين. معلش يلا. ليه دلوقتي؟ بس تعبانه شويه عايزه استريح. من غير ما تشوف اللي هيحصل الساعه 12؟ يعني هشوف ايه اكتر من كده؟ ياه ده الساعه 12 هيطفوا النور وكل واحد يختار اللي ترقص معاه. اختار مين؟ اللي ترقص معاه ويبتدوا السنه الجديده. انا مش فاهمه. لم يعد لي مكان في هذا القبر، لقد تحطم كل امالي وتحطم معها قلبي. انني احبه. وهو كمان صوته كلام عجيب. كانت بتقول انا احبك. مش ممكن، مش ممكن يا عبد الكل، مش ممكن. لا ليس لي اي حق في أن أحب هذا الرجل.
وقت فراغي. فلست أحتمل أن يجمعني به بيت واحد بعد الآن، وهو يعطي حياته وقلبه لإنسانة أخرى إن كان له قلب يحب. الرتيبة بين جدراني أهون علي بكثير من لهيب الحب المحروم الذي يعتصر قلبي. عشان تسافر على طول. قريبت بدي مراد اللي كانت هنا. دخلة كيف كده؟ ولا حاجة ولا حاجة. بس عايز أعرف. دي تبقى مدرسة أديل. وبقيت اسمها؟ معرفوش. ما تعرفش مين أهلها؟ تسأل ليه؟ ولا حاجة ولا حاجة. أصلها تشبه لبنت واحد صاحبي. طب مش هي. دي بنت جت من ملجأ وملهاش أهل خالص. ملجأ إيه؟ حليم باشا، حليم بيه، أي حاجة أي حاجة. مش معقول. فهيم، لو كشفت السر في أي لحظة هرجع في وعدي وأسلمها المستشفى المجازيل. لا يا مراد، مش هتكلم ابدا. سافر على السودان يوم الاربعاء زي ما قلت. حاضر. اطلع يا محروس. حاضر. في خدمة تانية أقدر أقوم بيها؟
تعالي ورايا. مش معقول. أفندي. تعالي. يا سلام، كانت ليلة جميلة جدا، مش ممكن انساها. حضرتك عاوزني عشان تقولي الكلام ده؟ الحقيقة انا كنت عايز اخد رأيك في هيام. هيام؟ اللي كنت بتراقبيها طول الليل. انا؟ ايه رأيك فيها؟ ها؟ حلو. يعني تفتكري انها الزوجة اللي تصلح لي؟ تصلح لك؟ انا تعودت منك الصراحة. وانا بقى ايه بالنسبة لك عشان تاخد رأي في حاجة زي دي؟ لسه ما انتش فاهمة. لا لا، مش فاهمة، مش فاهمة حاجة ابدا. مالك عصبية كده؟ انا في حاجة مضايقاكي؟ الماضي الأليم والمستقبل المشرق. يوم الخميس
سيتم عقد قراني على مراد يوم الخميس. نهارك سعيد. اهلا وسهلا. من فضلك انا جاي اتعلم عن واحده كانت هنا في الملجا ودلوقتي بتشتغل عند مراد به رشدي. قصدك صابرين؟ بالظبط. دي لسه بعت لي جواب اهو هيتجوزوا. تتجوز مين؟ مراد بيه. انا فرحانه عشانها قوي. هي اسمها ايه بالكامل؟ صابرين عدنان البوسيلي. أنا رحت الملجأ جبت لك صورة من شهادة ميلاد صابرين. في حاجة ضايقتك؟ لا أبدا. صحيح حضرتك هتتجوز صابرين؟ وبتسألي ليه؟ أصلي شفتها بتحضر طرحة الفرح. لما أحب أقول لك حاجة هقولها لك بنفسي. أنا متأسف. مين هنا؟ مبروك. مين؟
كنت بتحلمي. لا لا مش ممكن كنت بأحلم، مش ممكن اللي شفته ده يكون حلم، ده كان حقيقة، أنا شفتها بعينيا دول. شفت مين بس؟ شفت اللي كانت جاية عليا. لازم تصدقني، لازم تصدقني. لا مش مصدقك. يا خبر. طب طب تعال أشوف. والطرحة دي شوف متقطعة ازاي. صدقت بقى إن كان في واحدة في الأوضة. مين دي يا مراد؟ مبروكة طبعا. لا لا مش مبروكة والله. الحلم والخضة خلوكي ما تتحققيش كويس ابدا. وحياتك مش شكل مبروكة اللي شفته. صدقني والله انا خايفة، مش قادرة، كل حاجة خايفة منها. ما تخافيش يا صابرين طول ما انا جنبك. خلاص انا مش هسيبك مهما يحصل. بكرة هنتجوز. مش يوم الخميس؟ لا بكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. اتفضلي. عيش لو شفنا فرح من غير معازيم يا محروس. اللي يعيش يا ما يشوف يا خضرة. ولا تعاليب ولا صخرة ولا مساكة ولا حتة غزية تترقص. ملكين طمن الغوازي. يكفينا وفيك شرهم يا خضرة. الجواز ده باطل. ليه يا حضر؟ لأن الأستاذ مراد متزوج من بنت أختي. طب وإيه اللي يمنع؟ حاجات كتير، من الأفضل نخليها مستورة. والحل في إيد مراد بيه. إدينا رد على اسمه. مراد. الأستاذ كامل المحامي معاه مستخرج رسمي من شروط الوقفية. يمكن تحب تراجعها. وإيه علاقة الأوقاف بموضوع زواجه؟ أصل كل أملاك الأستاذ مراد والست زوجته اتعملت عليها وقفية قبل ما يورثوها. وشروط الوقفية بتنص على ان كل ايراد الاملاك يبقى من نصيب الاستاذ مراد، يتصرف فيه زي ما هو عايز، على شرط زوجته تفضل عايشه معاه وعلى ذمته. لكن لو طلقها او اتجوز عليها يضيع حقه في الايراد ويبقى من نصيب زوجته اللي بنتكلم عليها لوحدها. دي شروط غريبه جدا لكن لازم تتنفذ، دي ليها حكم القانون. ما افتكرش ان الاستاذ مراد عاوز يخسر كل اراده. دي حاجه تختص بيا وانا مهمتي ملهاش علاقه بالوقفيه. اديني امضي. ارجع لعقلك يا مراد، ما تخليش اقول كل اللي عندي. مفيش قوه في الارض تقدر تمنعها. الجوازه دي مش هتتم. ما توضح لنا بقى من فضلك. لان الست دي اللي عاوز يتجوزها تبقى اخت مراد. حضرتك متأكد انهم اخوات؟ دي الحقيقة. صابرين اختي بوسينة من اب واحد، هو المرحوم عدنان البصيري. في مستندات تثبت الكلام ده؟ كل المستندات موجودة هنا. المستندات صحيحة. لكن زوجته بوسينة موجودة على قيد الحياة؟ موجودة وعايشة معاه هنا في البيت. والأستاذ مراد كان يعلم إنهم إخوات؟ يعني كان عايز يتحايل على الشرع والقانون. كلكم بتهاجموني باسم الشرع والقانون من غير ما تعرفوا الحقيقة. تعالي معايا يا صابرين،
تعالوا معايا كلكم علشان تشوفوا بعينيكم الإنسانة اللي اتفرضت عليا تكون زوجتي طول عمري وبعدين تحكموا ضميركم. تعالوا معايا تعالوا. عشان تحرمني ان انا اعيش. مش ممكن مش ممكن اضيع حياتي وحياه صابرين علشان واحده زي مش ممكن مش ممكن. على اي حال انا ما اقدرش اخالف احكام الشريعه، لكن انا صابرين امسحي دموعك، مفيش حاجه في الدنيا هتقف بينا. ليه ما عالجتهاش؟
بدل ما انت سجنها ومعذبها بالشكل ده. اقسم لك اني حاولت كتير. الدكاترة اجمعوا ان حالتها ميؤوسة. تحملت العذاب لوحدي من يوم ما اتجوزتها. عشت طول عمري وحيدة، محرومة من حنان الأم ومن الأب، وفي اليوم اللي أعرف إن ليا فيه أخت تطلع، وألاقيها مراتك. مش ممكن أعترف إنها مراتي ولا أسلم حتى بوجودها. لازم تسلم بالحقيقة. حبنا، حبنا يا صابرين، حبنا دلوقت أصبح حرام. مش ممكن صابرين، أنا خلاص هطلعها وأتجوزك وتخسر كل حاجة. أنت كفاية عليا يا صابرين. وأنا يبقى شعوري إيه لما أحرمك من ثروتك والحياة اللي تعودت عليها، وفي الوقت نفسه أحرم أختي من جوزها؟ لازم نضحي. مش ده الحل، مش ده الحل. يبقى أنت لازم تضحي بشيء من المبادئ اللي هتحرمنا من بعض. يعني أبقى عشيقتك؟ وليه بتسميها كده؟ وهي لها اسم تاني؟ صابرين، الحب أقوى من كل شيء، أقوى من الحياة، أقوى من الموت، أقوى من القدر. أنا هتحدى كل القوانين، لكن مش ممكن أستغنى عنك أبدا مهما يحصل. مراد أنا هسامحك لأني بحبك وبعذرك، لكن لازم نرضى بنصيبنا. لازم يا مراد، انت بكره هتنساني، هتنساني قبل ما انساك. يعني ناويه تسيبيني؟ ايوه يا مراد. تبعدي عني وانا محتاج لك. قلبي وقلبك مراد. كفاية صابرين، أنا بحبك صابرين، بحبك. وأنا مراد مش قادرة. هتستني معايا؟ لا، مفيش حاجة في الدنيا هتفرق بينا. مراد حرام عليك، حرام. طري جنبي قوليها ما تعذبينيش. مراد أحلفك بحبنا، تسيبني شوية، تسيبني أفكر. صابرين سيبني يا مراد، سيبني افكر. انا حياتي كلها بين ايديك. تصبح على خير.
صابرين. على فين ان شاء الله؟ على فين ان شاء الله؟ انا معايا 50 قرش، خليك على طول. طب هات. يلا يلا خلينا نشوف رزقنا. اتفضلوا يا رجاله. Thank you.
انت بالنهار تهلكي نفسك في الشغل وبالليل تمقعي عينيكي في القرايه. هعمل ايه يا زينب؟ نعمل ايه؟ نكلم بعض، نضحك مع بعض، نرغي، نجيب سير الناس. ولا تعملي زي محسن اخويا اللي واخد المساله جد على طول وضيع شبابه ومستقبله. وضيع شبابي انا كمان. سيبك يا شيخه وقومي ومتعي ودالك، محدش واخد منها حاجه. هوا والشباب نجيبها من النص احلى. انك تضحي عشان غيرك تتأخري؟ مش ممكن اتأخر اذا كانت التضحية ما تمسش الكرامة ولا الشرف. انا كنت واثق انك كده، بس انا ما عنديش حاجة عشان اقديها. عندك كتير يا سمية. عندي انا؟ ايوة، انا راقبتك في الفترة اللي قضيتيها هنا وقدرت افهم انت ايه. في ناس بيعيشوا عشان نفسهم وفي ناس بيعيشوا عشان الناس، انت من نوع ده، وعشان كده أنا طلبت إنك تسافري معايا وتكافحي معايا. أسافر معاك؟ في مناطق بعيدة في مصر زي بلاد النوبة، الواحات، صحراء سيناء، إحنا ناسينها وناسين أهلها، مع إنهم محتاجين للي يرعاهم وياخد بإيدهم. الناس اللي عايشين هناك دول مواطنين زينا، لهم حق الحياة الكريمة اللي ربنا أرادها للبشر. عشان كده أنا طلبت من الوزارة إنها تنقلني الواحات. النهاردة جاني الرد بالموافقة، هسافر هناك بعد أسبوع أأدي واجب أنا مؤمن بيه. وزينب هترضى تسافر معاك؟ زينب دي من الناس اللي عايشين لنفسهم، عشان كده هبعتها عند عمها في مصر، لكن أنت اللي هتسافري معايا. أنا؟ ده العمل اللي بقدمه لك. لكن أنا ما أقدرش أبعد عن ما ترفضيش دعوة كريمة لغرض نبيل. وخدي اقري الكتاب ده عشان تاخدي فكره عن البلاد اللي هتروحيها. استاذ محسن، لما اقري الكتاب هنكمل كلامنا. تصبح على خير.
لكن سلاح هتسافر مع محسن. مش عارفة، مش عارفة يا زينة. مش عارفة يعني ايه؟ بدل ما تقولي كده شوفي حل معايا نرسله بعقله. المستقبل هنا مفتوح قدامه، وفي ايده يتجوز بنت العمدة، بنت مربربة وزي القمر وبتحبه، والمصيبة انه بيحبها، بيحبها. طب ما بيتجوزهاش ليه؟ قال ايه؟ فاكر انها مش هتقدر تشاركه في كفاحه. كفاح ايه؟ واحد ايه؟ سحرة ايه؟ احنا هنا كمان بنكافح اهو. لا اخويا ده هيطير لي برج من. مساء الخير. مساء الخير. خلصت الكتاب؟ ايوه خلصته. دلوقتي انا معتقد انك بقيت مؤمنه زي بالرساله اللي حنقوم بيها. حضرتك، حضرتك فاهم، بس يمكن ما اقدرش اساعدك في المهمه اللي حضرتك هتقوم بيها. بالعكس، انت هتكوني اصلح زوجة تقف جنبي. زوجتك؟ ده الوضع الطبيعي اللي ممكن تسافر معايا بيه. مش ممكن، عشان سامية انت عارفة اني زاهد في اي متعة لما بعرض عليك الزواج. انا بفكر بس في الواجب اللي قدامي. استاذ محسن، حضرتك ما تعرفش حاجة عني. انا عارف الانسان اللي قدامي. استاذ محسن، أنا في حاجات عندي، يعني في أسرار في حياتي، يمكن لو عرفتها هتغير رأيك فيها. أنا طبعاً لازم أعرف الأسرار اللي في حياتي. قوليها. كلمي يا سمير. قولي كل حاجة. وأول حاجة تقوليها اسمك الحقيقي. اسمي صبرين. أستاذ محسن، حكيت لك كل حكايتي. صابرين، الناس اللي حكيت لك عنهم المأساة بتاعتهم أهم بكتير من المأساة اللي سمعتها دلوقتي، ومش كتير عليهم إنك تضحي بحب مخالف للشرع والقانون، وكان يجب إنك تخجلي حتى من الإشارة إليه. صابرين، إحنا اتخلقنا للعمل مش للحب. مش عارفة، مش عارفة أعمل إيه. طريق مفتوح قدامك، لازم تبيعي روحك للإله اللي خلقها. إذا كانت دي إرادة ربنا أنا هستجيب لإرادته. وجهي له قلبك وروحك ووجدانك، وهتسمعي الجواب من جوه نفسك. Mm-hmm.
بذات أمينة. أريد أن أطمئن على مراد. إن القلق استبد بي. إن عليه قبل أن أتركه إلى الأبد. أرجو المعذرة وإلى اللقاء لنرحل فورا. دقيقة واحدة صابرين.
حد يعني. صابرين بقوتي وجبروتي، واديني خدت جزائي. انسى اللي فات يا مراد، هنبتدي من جديد. مش هتحس بالوحدة طول ما اني عايش. لكن انت هتتجوزي في يوم من الايام وتسيبيني، مش كده يا صابرين؟ مراد، اذا كنت عند وعدك القديم هتبقى كل حياتي. تتجوزي انسان عاجز تخدميه طول العمر. رسالتي هنا يا مراد.